أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي ستتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم. نبدأ بحالة الطقس في العاصمة عمان خلال ساعات الإفطار. بحول الله حيث يكون الطقس صافي، 13 درجة مئوية متوقعة كحرارة دنيا، الرطوبة عالية 97%، أما الرياح تكون نشطة السرعة. الإفطار في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد، فرصة زخات من الأمطار 18 إلى 6، عجلون 16 إلى 5، المفرق 19 إلى 8، أما جرش 18 إلى 6. بالنسبة للمنطقة الوسطى، نبدأ بمأدبة 19 إلى 10، البلقاء 20 إلى 10، الزرقاء 19 إلى 9، عمان 16 إلى 9، البحر الميت 26 إلى 17. أما المنطقة الجنوبية، الكرك 15 إلى 8، الطفيلة 17 إلى 10، معان 18 إلى 10، الشوبك 16 إلى 9، العقبة 26 إلى 18. أما المنطقة الشرقية، أرويشة 23 إلى 10، الصفاوي 22 إلى 8، الأزرق 22 إلى 11. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.